دكتور خير المر، أهلا وسهلا فيك بزحلة تي في. حضرتك أكيد صار معك خبر أنه الناس مرشحينك لمهرجان زي إبداع ضمن الإنجاز الثقافي. شو كانت ردة فعلك لما عرفت أنه الناس عم يطرحوا اسمك وعم بيشوفوا فيك هالإنجازات؟ أول شيء ميرسي لترحيبك. ثاني شيء إنه أنا ما كنتش متوقع وصل لي بالتواتر من العالم. قلت أنا إنه في عالم بتفكر بأشياء يعني، وتخمين تكون بتعرفني. هلا على كل حال أنا لي أتعب بزحلي يعني، إنه أنا مربي من سنة ال 68 بزحلي، كنت أعلم مدارس زحلي وعملت مدير كلية الآداب لعشر سنوات، وعلمت بكلية الآداب اعتبارا من سنة 1981 لسنة 2010. فأكيد يعني انبسطت إنه الناس يعني بتفكر بإنسان هو تخمين مشان تفكر بحاله. حلو كتير، يعني عم يتعب ويعطي، يمكن لفتة من الناس بتخليه يحس إنه اللي عطاه مقدر من الآخرين. إنه يعني في حدا مش منظور يعني بيشوف الأشياء من دون ما صاحب العلاقة يكون مضطر إنه يعمل شيء يعني. صحيح، هذا الحلو يمكن بهالمهرجان. ما بعرف إذا حبيت هالفكرة، شو رأيك بالمهرجان؟ يعني قلت فكرة عنه إنه في ناس عم بتشوف يمكن الآخرين اللي عم يعطوا وعم بيقدموا. أنا قبل هلا مش سمعان فيه المهرجان، عم تقولوا إنه سنة الماضي كان. أنا الحقيقة إنه مداخلتي بتحليق لي محدودة من مدي يعني، فبعتقد انه مهرجان حيوي، لانه زحلي يعني مدينه نابضه بالعطاء، بالشعر، بالفن، باشياء كثيره يعني، بكل المجالات الواحد بيقدر يلاقي مبرزين يعني. فحلو انه نبرز هالمبرزين، ما يكونش مبرزين بس لحالهم من دون ما يكون في وسائل اعلام وراهم تبين وتظهرهم. شو اهم المحطات يلي مرقت فيها بحياتك المهنيه، اذا فينا نقول ثقافيا؟ اكيد أنا من سنة 1968 أستاذ مدرسة بالتربية، متلمز على نفسي إنسان عصامي، ما عندي عائلة يستند عليها كثير كثير يعني، إنه أهلي مش من هالعائلات، عائلات البونجور المرفهة وإلى آخره. بنيت نفسي بنفسي يعني، تعلمت أنا بنفسي وأسست عائلة، هلا كلهم متعلمين يعني، ولادي كلهم متعلمين أكثر مني حتى يعني، عندي أربع شباب كلهم متعلمين أكثر مني لحد ما. سنة 68 فتت على التربية وكملت يعني لحالي، أحيانا حر وأحيانا بانتساب لجامعة. تخرجت من الجامعة اللبنانية سنة 72 بليسانس، وقفت من 72 ل 78 تجوزت وما عادش في فرص. سنة 78 رجعت انتسبت للجامعة اليسوعية، عملت اثنين دكتوراه بالتتالي ورا بعضهم. سنة 82 فتت على الجامعة اللبنانية. سنة 93 تم اختياري مدير لكلية الأديب، وبقيت فيها لسنة 2003. سنة 2010 طلعت بالسن القانوني، وهلا بعدني عم كمل ببيروت. يعني كل الناس اللي بفوتوا على الجامعة اللبنانية بقسم التاريخ هم كلهم تقريبا انا مسؤول عنهم، وانا بخرجهم الى حد كبير يعني. بعدني بمعهد الدكتوراه ببيروت، بشرف على الدكتوراه، ووقت اللي بيكون فيه محاضرات مفصليه بيستدعوني وبنزل بحاضر تحت ببيروت. يعني اجيال واعداد من التلاميذ اكيد يعني، اكيد تخرجوا من سنة 68 انا عم بشتغل بهالمجال التربوي يعني. بالاول كان على مستوى اقل اكيد، من سنة 68 لسنة 82. من سنة 82 إلى 2010 صار أعلى المستويات، على المستويات الجامعية. نعم. مش الجامعية، مستوى الليسانس يعني بس. على مستوى الليسانس وأكبر بتروح إلى الدبلوم، بتروح إلى الدكتوراه. نعم. أنا عندي رتبة أستاذ. أستاذ جورج كفوري ربح السنة الماضية، وكمان كان متفاجئ، وخاصة كانت أول سنة ما كان عارف يعني أبدا بالمهرجان، وتفاجئ إنه تكرم وترشح وربح. هو كمان ابن ضيعتك. أكيد يعني. شو رأيك بالموضوع؟ جورج بيستاهل كثير، وأنا انبسطت له لما عرفت هلا. وهو على كل الحال مش أول مرة بيبرز بشي بزحلي يعني، ما هو ما كان رئيس مجلس الزحلي السابق، وهلا طلع بالوقت الحالي. وهو من قديم الزمان يعني بيشتغل بالمجال الفني من زمان، أيام مهرجانات بعلبك يعني،
وإنسان فعلا عصامي كمان، جورج دبوري بنى نفسه بنفسه، يعني من عفرين، يعني من الصعب إنك تلاقي واحد وراء أرومي عائلية يعني توصله وراء عائلة متواضعة بعدين هو بيوصل نفسه، من عفرين يعني من الصعب إنه يكون في واحد إنه عائلته هي وصلته. حلو، رجال عصاميين إن شاء الله، إن شاء الله دائما عفرين، وزهلي كمان بتطلع رجال عصاميين. كل حال زهلي معروفة إنه مدينة الشعر، يعني على كل أحوال بين زحلة وعفرين ما في كتير فرق، يعني يعتبروا نفس المدينة. أنا هلا بعرفش حالي، كان من عفرين أو من زحلة. صحيح، اللي بزحلة من سنة 58 عائلتنا. طيب دكتور خير المر، ما بعرف إذا بتحب تدعي الناس ليصوتوا لك. بحب إنه هالمحبة ما تبقى بقلوبهم. ما في شك إنه في ناس محبين وبيحبوا إنه يصوتوا لك، لأنه هن اللي كمان اللي اقترحوا اسمك وهن اللي رشحوك. يعني لك شغلي، أنا مشتغل بزحلة، عامل كتابين عن تاريخ زحلة، من أهم الكتب اللي انعملت عن زحلة أول شيء. وثاني شيء عامل تاريخ مطرانية الروم الكاثوليك بالتكليف من مطران أندري حداد ولجنة من المطرانية، وهذا الكتاب اعتبر إنجاز كبير يعني. فأنا افترضت إنه تخمين يكون سيدنا المطران وراء الموضوع أو حدا، استنادا لهالكتاب القيم اللي صدر. على كل الأحوال حيالله شخص ممكن إنه يرشح. ما بعرف كيف يعني، لحد هلا أنا مش عارفين يعني مين وراء الموضوع. نتمنى لك توفيق. وبيهمني أعرف طالما إنه الناس عم تسمع. نتمنى لك توفيق وميرسي لك. ندعي اللي رشحك يخبرك إذا كان عم يسمع. ميرسي لك.